يعني حتى فيش أمان وأنا في بيتي، وين راح يكون في أمان؟ يعني أنا حتى كانت ال 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 الطلقة يعني اللي أجت في ظهري كانت بالنسبة إلي، يعني كان صريخي حتى كان عبارة عن صدمة وخوف وجد جد، يعني أنا ما كنت متوقع إنه أنا رح أنصاب. يعني أنا داخلة بيتي مطمئنة إنه ما رح أنصاب، لأنه أنا مش عاملة إشي، ولا ماسكة ولا حجر، ولا حكيت له حتى كلمة واحدة، ولا ناقشته ولا إشي. يعني بأي فش إله حق إنه يطلق علي. يعني كلهم بدهم يشتغلوا لمصلحة المستوطنين، بدهم يسووا عملية تطهير عرقي، يعني تهجير قسري لهذا الحي. تهجرنا من 48 دون عودة، هجرونا كمان مرة.